يعني كثير عم شوف انه بوستات شباب انا بدي اتجوز ما عم لاقي بنت ضبني مدري شو، او بنت بتقول والله انا عم دور على ابن حلال بس ما عم لاقي. في كثير مشكله، في شرخ. هذا الخلل ناتج عن شو؟ ناتج عن انه بالاساس انتم جايين من مجتمع مكبوت، ما في حريه بالكلام ولا بالتعامل مع الانثى. يعني الانثى تلاقي انت اول ما تشوف بنت بحياتك كلياتها، اول ما تشوف انثى تغض بصرك هيك ما تتطلع. هي اول مشكله. اول مشكله هي الجرأه، انه انت ما عندك هي الجرأه تتقدم وتحكي مع البنت. مشكلتي الجرأه. ثاني شيء مشكله انه الشاب عم يزودها. يعني لما انت بدك تقرب من بنت لا تحاول تحكي معها كل يوم، ولا تحاول كل شوي ترسل لها رساله، ولا تحاول كل دقيقه تكلمها. حاول تظهر لها انه انت مشغول، انه انت ما نخ فاضي لها، انه بس خلص شغلي بفضالك. هيك حاول تفهمها لاي بنت بتقابلها. طبعا اذا كانت بنت عربيه لما بتورجيها هذا الشيء بتقول هذا فعلا معناته شخص عنده شغل، عنده مسؤوليات، عنده هموم، معناته هذا بيتحمل مسؤوليه. طبعا كبنت اوروبيه لما بتشوفك مشغول وما عم تفضى تحكي معك كل دقيقه ومو ماسك التليفون 24 ساعه تك 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 تك، مكالمات لم يرد عليها، رسائل لم يرد عليها، البنت الاوروبيه كمان بتحترمك كثير، بتقول هذا الشاب فعلا عم يشتغل ومركز بشغله وما له فاضي حتى يمسك التليفون يحكي معي. فمن كل النواحي اول قاعده ما تلزق كثير، يعني خفف، يعني خفف كل يوم يومين بعت لها رساله، كل اسبوع معلش عادي. هذا بيجذبها لك. ليش؟ لانه البنت بالاساس بتحب الشاب المرغوب من الاخريات، يعني بتحب تاخذ واحد من البنات التعنيات. هيك الله خلقها. شوف واحد مشغول بغيره له 100 بنت بتقول هذا بدي اياه. ليش هدول بدهم اياه؟ فبصير مرغوب بعينه. ليش هذا عنده شغل مو فاضي لي بصير بدي اياه؟ هي شغله. شغله ثانيه انه نحن عم تشوف صبية انت ماشي بالشارع او بمكان او بمدرسة او كذا، بس ما عم تعرف انه هي متجوزة ولا مرتبطة ولا مخطوبة. فلهيك في شيء اسمه اخترعوا اسمه الخاتم. وين الخاتم تبعنا؟ ما معنا خاتم. خاتم حبيبتي، بحطي خاتمك بهذا اصبعك الصغير، هذا بدل انك انت عم دوري على واحد تخطبي. اذا حطيتي خاتم صغير بهذا الاصبع الصغير معناتها انك عم دوري على واحد تتجوزيه. وانت كمان نفس الشيء، بتشتري خاتم حقه 2 يورو، بتحط خاتم بس دلالة على انه انت مو مرتبط. مو تكون مو مرتبط وتحط لي خاتم هون، شو استفدنا؟ ما عاد ولا وحده تقرب منك يعني، او انت مثلا. والمتجوزه تحط خاتم عشان نعرف انه متجوزه ما حدا يقرب منها. الموضوع الزواج والارتباط، الانثى هي كائن عاطفي، عاطفي. ما تجي لدغري تقول لها بدي اتجوزك، اوعك تقول لها بحبك، لا تقول لها بحبك، لا تقول لها بدي اتجوزك، لا تقول لها عم دور على بنت للزواج، لا تقول لها كل هالكلام. بتنفر منك لو مين ما كنت تكون. لا تقول لها انا بحبك، اظهر هالشيء بشكل عملي، اظهر حبك عمليا باهتمام، بكلام، بانسجام. شوف افكارها وين عم تمشي، مشي معها بافكارها. لا من اول دقيقه تفت لها بعكسها، يعني هي عم تقول لك انا بحب اطلع مشاوير، اتمشى، اتسلى رومانسيه، انت تفت لها تقول لها لا انا ما بحب القصص هي كلها، انا بحب الشغل، انا بحب الحياه العمليه. جاريه شوي، يعني ما تفوت فيها دغري بالنص. فوت هيك على اليمين بعدين عويج عليها. هيك بدك تفوت بالبنت، ما دغري تفوت مباشره بدي اتجوزك، بدي ارتبط فيك، بتقبلي فيني؟ لا ما بتقبل. بعد فتره اعمل قصه حب، اخترع قصه حب بينك وبينها، وبس تحبها حتلاقيها لحالك حالها استويت. لما بتستوي تلاقيها متقبله فكره انها تقول لها انا بحبك، انا متزوج، انا بدي اتزوجك. حتى ما تقول لها انا بحبك الا اياها باسلوب انه ما تقولها بشكل مباشر. اي شيء، جيب لها ورده، جيب لها هديه، خذها مشوار، تواصل معها، وقف معها بمشكله. اي نقطه. نقطه ثانيه، اذا حتى بنت بدك اياها كمان او تحبك او شب، اخترع مشكله وقل لها انا بدي مساعدتك. هي الشيء بخليها تستلطفك كمان على فكره، حتى لو بنت اوروبيه مثلا. اخترع مشكله بحاكيها، قل لها والله عندي مشكله وبدي مساعده، وهي يمكن تكون مو مشكله بس نحن، او يمكن يكون عندك مشكله، وتقول لها دخلها، خليها تنخرط بهذه المشكله، وانت هيك تجذبها لك. لما هي بتتفاعل معك بدها تحل لك مشكلتك بتصير بتحبك عن طريق هي المشكله. ثالث شيء طبعا، موضوع انك انت تظهر بانك شخص شهم كريم كذا، هي الشغلات بحبوها هن، تمام؟ سواء الغرب او العرب كله بيحبوا هذا الشيء. تظهر انك انت رومانسي، تظهر انه انت شخصيتك لطيفه، كتير شغلات عوامل ممكن تخليها تنفر منك مثل ما قلت لك اياها.
دقدقة واللزق تلزق فيها كتير، تظهر لأنك أنت بخيل ونتن كمان، لا تظهر لأنه أنت ما عندك شغل وكذا وما عندك مبدأ بحياتك، كل الشغلات ما بتقبلها. طبعا هي مع الوقت حتى لو أنت ما كنت ملك جمال، حتى لو أنت ما كنت غني ولا ما كنت ما بعرف شو، حتحبها لأنه الأنثى هي أنثى عاطفية، بس حدا يحرك لها مشاعرها أو بيحاور مشاعرها جواتها حتحبه. فدايما العاب على موضوع العاطفة والمشاعر، تمام؟ ودايما احيانا حتى تضطر انه تستعطفها معك، يعني تخليك تحسسها انه انت انه انت حزين او انت عندك مشكله او انت تعبان او انت متضايق، يعني تخلي تحرك العاطفه اللي عندها تجاهك. لا تنسى انه هي البنت، انت هلا بعصر السوشيال ميديا ما عاد انت مثل قبل. قبل كانت لما بنت تشوف شاب بالطريق، عن طريق بنت رفقاتها، عن طريق بنت خالتها، عن طريق بنت الجيران، تلزق فيه لزق انه ما في شباب تشوفهم. هلا انت بوقت صار بكل سهوله بتفتح هي موبايلها تك 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 تك، بتحط صورتها صورتين ثلاثه، بيطلع لها 100 شاب بدهم اياها. يعني انتبه على النقطه، كله عالم افتراضي وهمي، يعني حتى هي مو صورتها الحقيقيه والشباب هدول مو الشباب الحقيقيين. فاي واحد بيقدر يجيب حد. المرات شفت وحده، تعرفت على وحده مغربيه على الفيس، فكانت متعلقه بشخص امريكي حاطط صور حلوه كتير لشخص تاني دكتور، والدكتور التاني هو شخص مشهور كتير بامريكا، فهو عم يتقمص صوره ويحطها. هي متعلقه بفكره انه هذا الشخص، هذا الحلو الدكتور عم يحكي معه، هو ما كان اساسا، هو شخص ثاني من افريقيا، من بنغلاديش، مدري من وين، وحاطط صوره الدكتور عم يحكي معه محادثه صوتيه، هي ما بتعرف بالانجليزي يعني. فكلها عالم وهمي افتراضي. لا تصدقوا كل شيء بتشوفوه على الفيس او على الانستغرام او على التطبيقات. كل شخص بيحكي لك قصه تاريخيه عن نفسه، بيعمل لك حاله قيصر روما، هذا كله كذب. كل شيء عم بتشوفه هذا اغلبه مبالغ فيه، بالواقع بيختلف نظرتك للشخص، تمام؟ فدايما لا تلح عليها كمان انه بدي اشوفك، اوكي ماني فاضيه خلص، اوكي غير مره. لا تلح يعني، لحتى تعلق السناره وتصيد السمكه بعدين بتصير بتلح وبتصير بتقلها وبتقلها بدي اشوفك كل يوم وبدي احكي معك كل دقيقه، بعتي لي صورك بعدين، يعني هاي مرحلة تانية بتجي، تمام؟ كمان نقطة ثالثة بدي أحكي عليها، إنه نحن مجتمعاتنا الشرقية للأسف بيتاخدوا كتير بآراء الآخرين. يعني هي قبل ما تتجوزك أو ترتبط فيك لا تخاف، رح تسأل بنت خالتها أو بنت عمتها أو بنت الجيران ورفيقتها بالمدرسة ورفيقتها بالصف، حتاخذ رأي نص الكرة الأرضية قبل ما تقبل تتجوزك. يعني هذا أساسا، يعني أنت لازم تعجب كل الضيعة تبعها لحتى هي تقبل فيك. هي نقطها. ثاني شغلة، فأنت ليبل الكرة، شو ليبل الكرة هي؟ ليبل الحكاية، خليك أنت تعطي قرار إنه معجب فيها ولا لا، لا تخليك تنتظر منها. ليبل يعني خلي الكرة في ملعبها، أنت روحي فكري إذا بدك يعني ولا لا. حتى البنات الأوروبيات وهيك كمان بيسألوا أهلهم، بس بدائرة أقل، لأنه الأوروبيات كمان مرتبطين وعندهم هي تراديشنال. في بعض منهم بيسألوا أهليهم، مثل عايشين بإسبانيا بإيطاليا باليونان، هدول ناس مثلنا بيشبهونا. فلاقي كمان حد يسأل أمه وأخته وكذا، بس الأوروبية بيضل عندها شوية، يعني إنه عندها قوة شخصية، قوة إرادة، قوة مادية بتشتغل. نحن عندنا البنت ما بتشتغل. لهيك هلأ موضوع ثالث بيقول لك تبع إنه والله البنت في أوروبا عم تقبض راتب ومراتب، شو دخل هاي بهاي؟ شو دخل أم الراتب؟ تقبض راتب ما بتقبض بدها تتجوز، هذا ما له علاقة بهذا. هيدي